Azul Flower, salam alaikum. Voilà, c'est juste pour faire des petites mises au point. Normalement, je n'ai pas à me justifier, mais car nous sommes dans un milieu pourri. Le milieu du football est tellement pourri qu'on peut s'attendre au pire. Donc voilà, je tenais par respect aux supporters de la GSK. الزول فلاون مرحبا يا سون ان شاء الله تسمح خير لا فيديو قايت مثلا نسل الى ديكلاراسيون مصطفى معزوزيان يا ريبونديد اف لا باج نسير بيان ادينان اكن مصطفى معزوزيان ما تبغى ثربات اكن سير بات خما بروجي اتاوي ميورا ثربات لا جيسكا بو عاليا ادنسي هي لي ديكلاراسيون مصطفى معزوزيان او دينير ثنمر فير سيت بوتيت ميز او بوين بار رابور لا فوس انفورماسيون سيركولون sur les réseaux sociaux, comme quoi Mustapha Mazouzi a proposé au CRB de recruter l'excellent joueur de la GSK, notre espoir et notre père Bouhania. Donc je tiens à démentir catégoriquement cette fausse information véhiculée par une page soi-disant proche du CRB. Pour me nuire, je ne sais pas pourquoi, mais une chose est sûre, je voudrais passer un message à cette page CRB. Je ne sais pas si c'est une page des supporters, une personne mal intentionnée. En tout cas, je vais lui répondre en arabe, c'est une erreur. Il y a quelque chose à dire. مصطفى معزوزي ماشي خاين باش يبيع لي جوار تاع لا جي اس كا للسي ار بي. انا سيبورتي تاع لا جي اس كا، عمري ما تدخلت في شؤون داخليه تاع فريق القلب تاعي، وعمري ما يعني ما تدخلتش في شؤون الفرق الاخرى اللي نحترمها، من بينهم فريق شباب بالوزداد فريق العريق. انا فهمت بلي هذه الصفحه حبت تنتقم مني شخصيا لاني رديت على تصريح رئيس شباب الوزداد سيد بالحاج اللي كان صرح انه شباب الوزداد قام بطلب من اجل الحصول على ملعب براقي. وانا اعطيت رايي كصحفي كملاحظ كمتتبع، قلت بلي ملعب براقي يعود اولا اداريا للمقاطعه الاداريه لبراقي، وثانيا كنوليو للعداله الرياضيه. فريق الحراش ثاني من حقه يستفيد من خدمات هذا المركب. هذا واش ما قلتش، لكن اعداء مصطفى معزوزي يحكموا لي توجور في لي موفي شوز. شوف الجزائر دير الخير 99% ما تديرهمش الخير 1% يجبدوا لك هذاك 1%. انا شباب الوزداد كي ما كانش عندها شركه ضربت فوق الطاوله، دليت بالتصريحات وقلت بلي فريق اللي يعطى كثيرا للفريق الوطني للكره الجزائريه يستاهلوا شركه وطنيه. فريق اللي عنده في التاريخ نتاعه واحد كيما لالماس يستاهل شركه. ونساو كاع هذا التصريحات تاعي كي كنت ندافع على فريق شباب الوزداد، يعني حكموها باسكو قلت بلي شباب الوزداد ماشي من حقهم. ونزيد ناكدها، فريق شباب الوزداد بصح عندكم شركه، الله يزيد لكم، عندكم مدار، عندكم الملايير، هذا من حقكم. لكن ملعب براقي كاين عداله رياضيه، شباب الوزداد عنده ملعب 20 اوت، والحراش من حقه فريق عريق، فريق يعني عنده لاعبين ممتازين، اعطى كثيرا لكره القدم الجزائريه، فريق محقور. علاش بوركوا با ما نعطيولوش ميزا ديسبوزيسيون دو ستاد؟ لكن ما قلتش بلي ماشي من حق الشباب الوزداد يلعب في ملعب البراقي. وشنو هذا؟ وعلاش ديروا لي هذا الشيء؟ علاش؟ عيب عليكم. ولا صح انتم انصار تاع شباب بالوزداد، تفكروا دائما التصريحات تاع مصطفى معزوزي كي كنتوا في موقع ضعف. ونولي نقول بلي محترم جميع الفرق تاع البطوله. مصطفى معزوزي سي با ترابانديس، مصطفى معزوزي سي با ماناجير جوار، مصطفى معزوزي عمره ولا دخل في شؤون شبيبه القبائل الداخليه. دونك ايث مثلا وتسمن ثارا هذا وندوذف ورات في الحراره ما طفنت حتى تنيا تفهم فيك خال من اسمع طوب. مصطفى معزوزي سي سيبورتور دينونس لي موفي شوز. فوالا شو فوالا تيرمون جو ديرونج
خمني يد الفتنه باش تدري بلي مصطفى مع زوزي يسهوا لي جوا لا جيسكا وكراونا ربي القمايل وكراونا ربي اير راسه.